بقول كلام صادم للرجالة ولحضرتك بالتحديد، ان يوم 22، يوم 22 الشهر الجاي، ايوه، هنحتفل انا ومراتي بعيد ميلاد، بعيد جوازنا الخمسين. 50 سنة. برافو برافو. بص اليوبيل الذهبي. برافو اليوبيل الذهبي. آه. بص يا عمرو، مفيش سنة مرت اختلفنا طبعا واتناقشنا وزعلنا وفرحنا كأي حياة زوجية عادي، لكن طبعا. لكن دي ميجورز، دي حاجات مهمة جدا. أنا بحتفل بعيد ميلادي الخمسين يوم 22 في الشهر الجاي، وعامل يعني بيج ايفنت. حضرتك الله. بتحتفل بعيد ميلادك الخمسين ومتجوزين بقالكم 50 سنة؟ لا، عيد جوازك. عيد جوازك عيد جوازك. انت قلت عيد ميلادك اصلا، هو عيد جوازك. انا بعتذر، ما برضه كبر عبر يا ست الكل. انا كبير، انا عندي 75 سنة يا عمرو يا فندم، ده مش عمر. ربنا يديك الصحة. استاذ محمود، هو عيد جوازك يوم 22 الشهر الجاي ولا الشهر ده؟ لا الشهر الجاي. طب انا بقول لك، علشان انا بعمل له ترتيب عيد احتفال ضخم. بتعمل كل ولادنا وكل احفادنا وكل احبابنا وكل اصحابنا، بنعمل حفلة كبيرة. الله. طب مش لازم الحفلة يبقى، على فكرة الصوت مش واضح، صوتك مش واضح. طب استاذ محمود، ممكن اطلب منك طلب؟ اؤمر طبعا. يوم 22 الشهر الجاي تيجي انت وكل الناس اللي عايز تعزمهم هنا في الاستوديو، وانا اعمل لكم حفلة. هبقى فرحان، هيبقى على قلبي زي العسل. طب ايه رأيك، انا بعزمك انت والمدام والعيال والاحفاد. انا شاكر جدا طبعا، قابل العزومة طبعا، وهعمل لك قعدة اكل مذبحة. انا موافق. طب ما خليها وسعيد بده، انت وفرت عليا كتير. اصلا انا اول مره اشوف واحد متجوز بقاله 50 سنه، ده يعني حاجه لازم اقابلك يا راجل اشوف الظاهره دي. من قاعده معاك اهو. انت ما بتفرقش كتير عني، انت دمك خفيف ولسانك طلق وراجل يعني حاضر الذهن. طيب انت ما بتفرقش. فيوم 22، يوم 22 الشهر الجاي، انت ومن تدعو عندنا هنا في الاستوديو، واحنا هنبقى عندك في الاستوديو. أنا اسمي الدكتور محمود طحون، وهعمل لك تورتة بتاعت الخمسين سنة. يا عم التورتة في خدمة الشعب. لا، وبعدين جنب التورتة بقى الميني ساندويتش الصغيرين والحاجات دي، وشوية كوبيبة وشوية سمبوسة. هوضبك يعني. ظريفة يعني، هقعد معاك أنت ومدام رجاء أختي الغالية دي. بص بص، يوم 22 هيبقى يوم خميس، أنت هتحتفل معايا يوم السبت. أنا موافق. طب ما تخليه الحد. خلاص. لا لا لا، السبت لا لا لا، مش موجودة الحد. مش مهمة، اتفقوا بقى علشان هسجل. لا، السبت اللي هو بعد الخميس، يوم 24. عشان انا هبدأ اعرف. اكتب عندك في الفيسبوك بتاعك ان حضرتك والمدام والعيال والاحفاد كلهم، حتى لو في بيبيهات هاتهم. انا هجيب حتى اللي في الخارج علشان العزومة الجميلة، واللي في الله. الخارج واللي في الداخل، ولو عايز تجيب الشارع كله اللي معاك تعاته. لا لا لا، مش قوي كده، لا مش قوي كده، انا هجيب اولادي واحفادي. حلو قوي، حلو قوي قوي. ده انت ظاهره لازم تيجي والناس تشوفك. انا كمان سعيد جدا ان انا هاجي واقعد. خلاص، العزومه عندي. ربنا يديكوا الصحه والعافيه ويديم عليكم السعاده يا رب. وهديه عيد الجواز عندي.